بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الفقه وحياة. وهذا اليوم يوم سعيد مبارك. يوم أمس كان يوما سعيدا مباركا، لا نزال نعيش في أجواء الفرحة الشعبانية المباركة في ذكرى 15 من شهر شعبان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، ذكرى ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. والذي أيضا هناك مناسبة أخرى نبارك لكم حولها، ألا وهي ذكرى انطلاق فتوى الجهاد التي دفعت الشر عن العراق. فنسأل الله تعالى أن يبعد كل شر عن هذا البلد، بلد أهل البيت عليهم السلام. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم الدائم سماحة السيد رشيد الحسيني، الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سماحة السيد، السلام عليكم وهنيئا ومبارك لكم هذه المناسبات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم، بارك الله بكم. موفقين إن شاء الله سيدنا الكريم. إخوتي الكرام، راح ننتقل لمشاركاتكم بإذن الله تعالى واتصالاتكم بعد 10 دقائق من الآن إن شاء الله تعالى، وتتصلون إن شاء الله من خلال الأرقام اللي راح تظهر في وقتها أسفل الشاشة. سماحة السيد، بالحديث حول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فهناك موضوع الكثير من الأوقات يطرح بالذات في زمننا هذا، وهو المؤقتون اللي يقولون يظهر الإمام المهدي في عجل الله تعالى فرجه الشريف في هذا العام، في العام المقبل، يحددون مواقيت. موقف أئمة أهل البيت عليهم السلام من المؤقتين؟ أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال، قضية التوقيت والموقت، نعم، في تاريخ الغيبة كثير انصافا، يعني هناك كثير من الأشخاص الذين وقتوا، وكثير ممن ذكروا تواريخ معينة وعلامات محددة أنه سيظهر الإمام فيها. وهذا النوع من حسب تعبيرنا من الإجراء ليس أمرا جديدا. نعم. والأئمة صلوات الله عليهم في أيامهم، يعني من أيام المعصومين، كان هناك من يوقت، كان هناك من يحدد. احنا بس خلينا نوضح البداية سيدنا، موضوع المؤقتين يعني هو الشخص اللي او الناس اللي يحددون مواعيد الظهور وفق رؤاهم. احسنت. مثل واحد يقول يا جماعة هذا رجب راح الامام يظهر، او في سنة 2024 خلاص الظهور هو سنة 2024 او ما الى ذلك. هؤلاء الذين يوقتوا لظهور الامام، هؤلاء لم يكونوا على حالة جديدة، وانما كان حتى في زمن الائمة صلوات الله عليهم. نعم. بل كانت هناك على أي حال خطوات باتجاه تحديد الإمام المنتظر. مثلا الإمام الكاظم صلوات الله عليه وسلم، موسى بن جعفر، نعم، ذكروا على أنه هو القائم. وهناك من الأشخاص الذين أشاروا إلى الإمام الهادي. هذه في واقع الحال ليست قضية جديدة، وتضاعفت يعني. نعم. قضية التوقيت والتحديد وإعطاء على حال أوقات محددة في ظهور الإمام ازدادت في زمن الغيبة الكبرى. نعم. ازدادت. ليش هاي الازدياد وليش التوقيت أصلا؟ في واقع الحال، لما تواجه المجتمع مشاكل كثيرة ومصائب عظيمة، الآن مصيبة مثلا غزة، مصيبة. نعم. عظيمة انصافا، في 100 يوم أو في 200 يوم يذبح 30,000 تقريبا إنسان، وأطفال كثر جدا، وغير الذين هم تحت الأنقاض عشرات، والتجويع والحصار، هذه كلها مصائب وكوارث. حتى أن بعض الناس، أنا لا أقول أن هؤلاء على حال كلهم يحملون نية سيئة، لا، حتى يعطوا أملا للناس أن يا ناس ترى الفرج قريب، ترى اتحملوا بس شوية،
وحتى يحفظون الناس عن الانزلاق وعن اليأس وعن الانحراف فيعطون إشارات على أنه الفرج قريب. هي كلمة الفرج قريب سيدنا ليست توقيت. أضرب مثل تعتبر توقيت كلمة الفرج قريب؟ لا، سموه الفرج قريب، مو توقيت ولكن مسكن. الفرج قريب مسكن. أضرب مثال جدا يعني مادي، مثال مادي. نعم. في الحروب الكثيرة، تذكرون الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات؟ نعم. كل هذا آخر هجوم وكذا، والفتح الفتوح ومدري إيش، ولكن طول 8 سنوات، عشرات الآلاف مئات الآلاف راحوا من الشباب. زين، إحنا شلون نعطي زخم، نعطي زخم للمقاتل، نعطي زخم للكذا، أنه الانتصار بقي على حال، على مقربة، وموعدهم الصبح، ليس الصبح بقريب، وهكذا. نعم. هي حالة من المحفز والإعطاء الشحنة للتابعين على أن يقفوا ويستمروا. الموقتون والذين أعطوا توقيتات محددة أنه رجب، في رجب سنة 2000 خلاص هذا زمن ظهور، وأنا سمعته بأذني هذه أحد الخطباء، إجا رجب وراح رجب ودخل شعبان وطلع شعبان، قالوا له وين؟ قال لا، حصل بداء. هو كيف يدري انه صار بداء؟ يعني شنو بداء؟ يعني الله غير رأيه. زين، منو قال اصلا كان وحتى الله غير رأيه؟ هذه قضايا شوفوا أئمة أهل البيت كيف يعني حاربوها بشكل كبير جدا. نعم. عن الإمام الصادق عليه السلام، سلام الله عليه، الرواية في ميزان الحكمة، ميزان الحكمة موسوعة جميلة إخواني شبابنا، ميزان الحكمة موسوعة جميلة، أحاديثها موضوعية يعني حسب الموضوع، يعني عن الأكل أكو روايات، عن الظهور أكو روايات، عن الملابس أكو روايات، عن التمشط أكو روايات، عن مثلا اختيار الزوجة، حلو، يعني حسب تعبيرنا موسوعة موضوعية محددة جميلة. نعم. في ميزان الحكمة يقول الإمام الصادق: من وقت لك من الناس، يعني إذا أجى واحد طلع بالتلفزيون وإن كان عمامته كبيرة ولحيتهم طويلة، زين، من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن، لا تخاف، فلا تهابن أن تكذبه. يقول هذا كذاب، سيدنا مو هذا صاحب عمامة كبيرة ولحية طويلة، يقول لا تهابن، إيه لا تخاف، لا تهابن أن تكذبه، فلسنا نوقت لأحد وقتا. ماكو هذا الأمر، بيد الله، أمر الظهور بيد الله. نعم، قد رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده معلومة، لأن ما عندهم معلومة، بس مو كل شيء يفصح عنه. رواية أخرى عن الإمام الصادق أيضا، شوفوا في زمن الإمام الصادق كان أكو حيص وبيص، في زمن الإمام الصادق أكو مذاهب طلعت بعد سقوط الدولة الأموية، تدري هرج ومرج، وتريد ترجع، يعني تريد تتأسس دولة عباسية ومذابح وقتل وكذا، فقالوا ها الفرج قريب، هذا آخر شيء، فبدأوا يوقتون. إمام الصادق كذب الموقتون ما وقتنا فيما مضى ولا نوقت فيما يستقبل. احنا لا شغلنا نوقت ولا شغلنا ماذا، ولا شغلنا ان نعطي توقيت محدد. هذا كله اخواني حتى نمنع هذه الاباطيل. كل يوم طالع لنا واحد، تذكرون، انا ما اريد يعني اشير الى اشخاص، لا انا استغفر الله ما اتحدث عن اشخاص، طلعوا جماعات في حرب سوريا انه الدخان الكذا صعد، والدخان الاصفر، دخان الاصفر ورده في الروايه الفلانيه من ادلب ما ادري من وين، هذا الكلام كله تطبيقات ما إلها داعي. نعم، أكو علامات موجودة في الروايات. نعم. هاي العلامات الموجودة في الروايات أنت تأتي وتطبقها على المصادق الخارجية، هذا أنت راح تنحرج، أنت راح تنحرج. مثل لما استشهد سيد الشهيد محمد باقر الصدر، محمد باقر الحكيم، بعد السقوط
قالوا هذا آخر شيء لأنه قتلوا النفس الزكية وهو حسنيون وفي ظهر الكوفة والنجف مع 70 من المؤمنين. أحسنتم. يعني هذا النوع الآن صار 20 سنة مولانا، 20 سنة. فلا أنا يعني رسالتي للأصدقاء والأحبة والمؤمنين أنه لا نستمع إلى هؤلاء، وليس دأب الأئمة هذا الأمر. وهذه الرواية واضحة أنه لا تهابن أن تكذبه، تقول سيدنا مو هذا آثار السجود ما أدري إيش عند مؤلفات، مو مهم. هاي مو هذا مو أسلوب أئمة أهل البيت. أسلوب أئمة أهل البيت ليس هو التوقيت وإعطاء أوقات محددة في هذا المجال. بس سيدنا علامات الظهور موجودة بلا أشكال. علامات الظهور أكو حتمية وأكو غير حتمية. حتى الحتمية، حتى الحتمية تأشيرها على أنه هذه علامة الحتمية هذا مو صحيح. من يدري؟ والله خسف في الزوراء، دماء تجري في بغداد وتصبح الدماء إلى الركب، كررت مولانا عدة مرات من غزو المغول إلى يومك هذا. هذه كلها في واقع الحال إرهاصات، ولكن نقول أن الله سبحانه وتعالى وعدنا بالنصر، وعدنا بظهور مولانا ليطهر الأرض، وإن شاء الله تشرق الأرض بنور ربها. ولكن نقول ليس لنا إلا أن ندعو بتعجيل الفرج. اللهم عجل ولي. متى يكون الفرج سيدنا؟ وهذا ليس سؤال عن توقيت، ولكن عن أجواء الفرج وزمنه. جميل، سؤال كلش جميل، وأنا على حال أحب أن أذكر لكم شيء. شوفوا متى يكون الفرج. حلو، متى يكون الفرج؟ جواب: متى ما نمحص تمحيصا ونميز تمييزا. بعبارة أخرى، بعد أن يسيطر اليأس على نفوس الناس، خلاص بعد ماكو شيء. اليأس يعني، شوف أستاذ مرتضى، أكو روايات في مسألة الظهور، اسمعوا جيدا شبابنا، أكو روايات في مسألة الظهور أنه مسألة غيبة الإمام هي فتنة، هي فتنة، هي امتحان، هي امتحان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فتنة هذه، ما حد يقدر يقول أنا مؤمن إلا أن يفتتن، يفتتن بماله، يفتتن بأولاده، يفتتن بدينه، بالتزامه، يفتتن الإنسان. واحدة من الفتن والابتلاءات هو غيبة الإمام. شكد ناس عندنا أصدقاء، الله شاهد أنا أقولها بصراحة، أصدقاء كانوا في الحوزة وطلبة وكذا، شافوا القضية تأخرت ومجازر صارت، نفوس انتهكت، نساء كذا. واحد من أصدقائنا في المعارضة العراقية كان قال لي: يكون هذا قضية كذب، هاي وينك، وين الإمام؟ وانحرف طبعا، يعني الآن اسمه معروف، منحرف، صار ضد الإمام، يعني ضد قضية المهدوية، قضية يعني ضد التشيع، صار يخرج عن التشيع، ولله الحمد يعني خرج من التشيع. اسمعوا الإمام الصادق ماذا يقول. ما يكون هذا الأمر، يعني ما يظهر الإمام، ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس حتى لا يقول قائل. طبعا هاي الرواية لطيفة، أنه راح تجي حكومات وأشخاص يحكمون باسم الدين، باسم التشيع، باسم الكذا، باسم الكذا، باسم الحكومة الدينية. يقول كلها يعطيكم الله سبحانه وتعالى فرص حتى تستنفذون كل طاقاتكم، وبعدين لما يجي الإمام الحجة يقول والله لو إحنا كنا سوينا. يعني هذه رواية على حال مو وقتها، الساعة الوقت هذا. إنما يجيء الفرج عن الإمام الرضا صلى، إنما يجيء الفرج على اليأس. ورواية عن الإمام الصادق: إن هذا الأمر لا يأتيكم إلا بعد إياس، لا والله حتى تميزوا، يعني حتى تغربلوا. وروايات أخرى فيما يرتبط ب إن قائمنا، إن قائمنا إذا قام
استقبل من جهل الناس أشد مما استقبله رسول الله من جهال الجاهلية. يعني راح حتى الإمام لما يجي يشوف معارضة مش أدك جاي وكذا، يعني ما واجهه رسول الله من الكفار والمشركين لا يقل ما يواجهه الإمام الحجة، وهذا يعني أنه تمرد راح يصير ويأس، وحسب تعبيرنا نوع من الكفر، الكفر بقضية المهدي صلى الله عليه وسلم، أو تضارب مصالح ربما سيدنا. ما أدري يعني، واحد ضعيف إيمان، واحد ما أدري لعبت عليه أفكار وجماعات، تدرون الآن أكو جماعة الآن عندهم قناة على الفضائية يقولوا هذا ظاهر، الإمام ظاهر موجود عندنا، ما أدري وين حاطينه، وتعالوا يمنا وإحنا نوديكم إليه. دول على حال جماعات على حال يردون أن يتصيدوا ويتاجروا. ولكن عموما اعلموا أيها الأحبة أن الفتن التي تمر علينا كلها تحتاج إلى استقامة وصبر، والصبر هذا وظيفتنا. أما شو وقت يجي مو شغلي أنا يا إخواني، رجاءً مو شغل شو وقت يجي وش راح يسوي، شغلي أنه أنا مأمور على أن أنتظر الفرج انتظارا حقيقيا كما بينا في الحلقة السابقة، انتظار إيجابي، أن أصلح نفسي، أربي نفسي، أربي أولادي، أربي مجتمعي، آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، هاي مسؤوليتي. أما شو وقت يجي مو شغلي هذا، نعم. واقعا مو شغلنا بعض ولا نعم. مسؤوليتي. فعندنا شغلتين إخواني، شغلة يسموها مسؤوليات العباد، وشغلة هي من شؤون الله، وقضية الظهور من شؤون الله وليست من شؤونكم. نعم، من شؤوننا أن نهيئ الأرضية بإصلاح ذات البين. أحسنتم سيدنا. الكثير من الحركات المنحرفة اليوم ممكن الإنسان إذا ثقف نفسه مهدويا من قراءة روايات أهل البيت عليهم السلام يكون متحصن منها. أحسنتم بلا إشكال، يعني الثقافة المهدوية تعزز عندك. المناسبة في تطبيق المجيب عندنا قسم اسم المهدويات فيما يرتبط بالأمر المهدوي. كثير من الشبهات اللي طرحت وقيلت والحركات الدينية المنحرفة كلها يمكن إنسان بحث بسيط، أي قضية شو تريد تبحث عن قضية المهدي، وهذه الثقافة مهمة جدا. والدعاء شو يقول؟ اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. فإحنا مسؤولين في زمن الغيبة أن نتعرف على حجة الله، وحجة الله لابد أن نعرف وضعه وصفاته وأوامره ورسائله، وهذه يمكن أن نثقف فيها ثقافة متاحة أيضا في الكثير من التطبيقات والمواقع. أحسنتم جناب السيد على هذا الطرح القيم في موضوع حساس جدا ومهم، وأظن أنه هذا الوقت الأنسب لطرحه. شكرا جزيلا على كل ما تفضلتم به. سلمكم الله تعالى وبارك. الله يحفظكم. إذن على بركة الله نعود لندخل إلى المناقشات، إلى طرح الأسئلة، إلى الاستفسارات، إلى كل ما تودون طرحه من خلال الاتصال على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. وأول المتصلين الأخ ضياء القريشي، تفضل يا ضياء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله حبيبي، بارك الله فيك. حياكم الله. سؤالك أخي ضياء. عزيزي أنا كان بدي طبعا أنه هذا السؤال اللي يكون بينه وبين السيد، لكن أنا سبق وأن سمعت الإجابة مات. زين، سؤال ضياء، سؤالك بإحراج يعني؟ سؤالك بإحراج؟ لا ما بيكون إحراج. بالعكس، تفضل. طبعا أو صاير عام ويعني انتارت فتنته قبل سنة ورجع السنة. نسمع يا ضياء، نسمع السؤال عزيزي. نعم سيد، أكو شركات حاليا يقول أنه عندنا تجي تشترك ويانا في المبلغ من المال، نطيش من خلال منتجات، هاي المنتجات أنه تصير استخدام شخصي ماكو مشكلة وتقدر تبيعها. نعم، لكن أنتو تقدر أنه حتى تثبت وجودك ويانا تجيب لنا أشخاص اثنين، زين هذول الشخصين راح نعطيك لكل واحد مبلغ من عندهم، وكذلك باقي الأشخاص هم يجيبون ويصير لك التفرد مبلغ محدد. نعم. فما أعرف هذه الشركات أتكم يعني أدى أعرف هذا العمل فيها حلال. هسا هذا السؤال صار واضح. عندك سؤال آخر أخي ضياء؟
لا لا ما عندي هو فقط هذا السؤال، وانا سامع اجابته قبل، لكن اريدها من سماحه السيد حتى اريد اوصل الفكره، لان انا حتى مقطع الصوت هذا. شكرا يعني جزيلا على اتصالك اخوي الكريم، وبارك الله بك، وشكرا لحرصك على طرح هذه الافكار وفائده المجتمع. فاطمه اختي الكريمه تفضلي. اختي فاطمه تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نعم. وانا السؤال صوت حضرتك مو واضح اطلاقا اختي فاطمه، الظاهر المكان اللي حضرتك بيه ما بيه شبكه، غيري مكانك لطفا ممكن الاتصال يصير اوضح. تفضلي اختي فاطمه. بس نصينا صوت التلفزيون تماما. طاهر فقدنا الاتصال صح؟ نعم. فقدنا اتصال اخت فاطمه، ان شاء الله تعود الاتصال مره ثانيه لما يكون صوتها اوضح باذن الله تعالى. عندنا اتصال لنجاوب على السؤال. ناخذ اتصال ثاني من جعفر اخوي الكريم تفضل. تفضل يا جعفر. جعفر. جعفر اخوي على الهواء انت تفضل. نعم. حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أخي جعفر، سؤالك عزيزي. سؤال للسيد رحمه الله والدي. تفضل والديك. سيدنا أكو ناس متدين خيرا. نعم. متدين خير، يزور مثلا، يصلي، يصوم، يعني أعمال، بس عن الحرام ما يتورع. نعم. يعني أصحاب الحرام ما يتورع عنه. ما يتورع عن الحرام. اي يعني ولكن هذا مصلي صايم رايح الحسين رايح شعبانيه رايح اربعينيه يعني يضعف امام الحرام سبحان الله. بالمناسبه هذول الناس رحم الله والديه. جيد. شكرا جزيلا على اتصالك اخي جعفر، شكرا على طرحك. نجاوب الاسئله لو عندنا اتصال. نبدا بالاخضياء القريشي سيدنا، والشركات اللي تشترك مبلغ من المال تشتري منتجات وتبيعها، ولكن يشترطون عليك تجيب اشخاص حتى وهكذا شيء شبكي. نعم. يعني هو الـ يعني التجاره يسموها الشبكيه او عليها التسوق الشبكي. نعم. هذا التسوق الشبكي منذ اكثر من 30 سنه. نعم. كانت عليها الشركات جولد كويست وغير جولد كويست، والان هم شركات اخرى، ونحن منذ 35 سنه نحن نتابع هذه الشركات، وكل الفقهاء تقريبا كل الفقهاء يعتبرون أنها العمل معها خلاف الاحتياط، يعني نعم. الأحوط ترك العمل معها. هذه الشبكات شو تسوي؟ شركات تجيب منتج ساعة أو جهاز تصفية مي أو يعني تنقية مي أو أنه أي شيء، يعني فتشي يبيعوه بسعر، بس هذا السعر أعلى من بيع السوق أو أقل كذا. المهم يقول لك أنا أبيع لك إياها، وأنت إذا تصير عميلي يعني تشتغل لي لابد أن تجيب اثنين، والاثنين يجيبون كل واحد اثنين، والاثنين يعني الاثنين يجيبون أربعة، والأربعة يجيبون ثمانية. نعم. وثمانية يجيبون 16، وهالشكل تصير شبكة. إيش قد ما تجيب ناس، يعني إيش قد ما تجيب زبائن أنت أرباحك تزداد. فهنا اللي يشتغل يحصل، واللي ما يشتغل ما يحصل. ولكن سماحة السيد يقول أن سماحة السيد مراجع كلهم تقريبا، الآن ما عندي في بالي أن أحد من المراجع يجوز، كلهم يحتاطون بعدم العمل معه. أحسنتم سيدنا الكريم. الأخ عمران، يا تفضل يا عمران. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. أستاذ تفضل. سؤال أستاذ. تفضل سؤالك. أنا أصلي بس ما أذن. صلي بس ما تأذن. طيب ما حافظ. واضح. يعني يصلي يقول لي يصلي صلاة الظهر يقول بالله تعالى. واضح واضح واضح. بس يعني يعني ما حضروا. تمام. عندك سؤال آخر؟ لا لا ما السؤال. شكرا لك عمران على اتصالك. عندنا اتصال من الأخ جلال. بدون أذان ولا بدون وضوء؟ لا لا بدون أذان قال سيدنا. أي. الأخ جلال تفضل يا جلال. نعم. السلام عليكم مولاي العزيز. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله، حياكم الله أخي جلال، سؤال حضرتك. مولاي عين عندي والدك شارب كلى العام بشتي بمحرم هذا الجزء. نعم. والدكتور قال بعد ما يصير الصومين. نعم. وهي عندها ضغوط. نعم. وهذا تقول شلون أصوم ما أصوم ما نعرف
الصيام، بس الدكتور منعها من عبادته من الصيام، قالها ابد للممات لا تصومين. للممات قالها لا تصومين. ايش كبرها والدتك؟ نعم والدتي عمرها 45 سنه. 45؟ نعم 45 سنه وميلا مواليدها 45. لا لا عمرها 45 سنه وصاد اصابعها بالكلى مالتها وذبت الكلى مالتها. زين ما جربت هي تصوم؟ نعم مولاي ما جربت، اقول ما جربت تصوم. لا لا ما جربت، الدكتور منحها وهي قبل لا تذب الكلى هي عندها الم براسها، عندها هذا ضغط من الصوم دائما راسها يوجعها. هاي قبل لا تصير موضوع الكلى، قبل الموضوع لا قبل لا تشيل الكلى، وانت من شالت الكلى الدكتور منحها قالها ابد الصيام شيلي فكره شيليها من بالك. تمام شكرا جزيلا، تسمع الجواب ان شاء الله اخي جلال. شكرا جزيلا. عندنا اتصال من من؟ ابو باقر عزيزي تفضل. السلام عليكم يا غاتي. عليكم السلام ورحمه السلام. الله وبركاته. انا عندي سؤال يبدو غريب، يعني انا بين هسه شفت البرنامج بس بلا زحمه سؤالي بلا زحمه. تفضل اخوي انت تفضل عزيزي. النبي صلى الله عليه واله هل اسس دوله؟ يعني حكومه بكل معانيها شلون يعني هسه حكومه وزراء؟ أسس هاي الحكومة ولا أسس؟ وأنا شاكر لك. أسس دولة وحكومة أم لا، هذا سؤالك؟ نعم نعم. إن شاء الله تسمع الجواب أخي أبو باكر. شاكر لك يا حبيبي. شكرا عفوا. فضل لله. نروح إلى سؤال الأخ جعفر بالتسلسل من سيدنا. الأخ جعفر يقول ناشد حضرتك، وهو مو سؤال، ناشد حضرتك تتكلم مع الناس اللي يبدو بظاهرهم انهم متدينين ويصلون ويصومون حسب ادعاء الاخ جعفر ولكنهم لا يتورعون عن الحرام. نعم مشكله انه بعض الناس عندهم مفهوم التدين غلط. يعني من نسأل انه فلان شلون يقول متدين يصلي ويصوم؟ يصلي ويصوم. هذا يصلي ويصوم في الواقع التزام، التزام بالعبادات والطقوس الدينيه. ولكن الالتزام الديني والالتزام العملي بالدين هذا يختلف. يعني شوف ناس ملتزمين بالصلاة ولكن صلاتهم اعتادوها، كما عندنا رواية تقول أنه إنما هم اعتادوها فإذا ما تركوها استوحشوها. بعض الناس إذا ما يصلي يقول أنا مضيع شيء، اعتياد معتاد يعني، وصوم رمضان لأنه متعود أو زيارة الحسين متعودها، يعني يقول والله احنا 30 سنه كل ليله الجمعه نروح. زين وانت تبيع بالربا، الربا الربا حرام. فما عنده شيء اسمه يعني توأمة بين الطقوس العباديه والعمل وفق الدين، ماكو شيء اسمه تدين، انما شيء اسمه طقوسي. نعم. ففرق بين من يلتزم بقشور الدين، أنا ما أقول هذه العبادات قشور إنما هي مظاهر، مظاهر الدين، ولكن هذه المظاهر فيها معاني. الصوم لعلكم تتقون، وشي صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الحج يزرع فيك العبودية والإخلاص لله. زين إذا أنت لا مخلص ولا متقي ولا كذا، فأكو مشكلة، مشكلة الازدواجية. نعم. مشكلة الازدواجية بين الالتزام على حال العبادي الظاهري وبين الالتزام القلبي. وأمير المؤمنين عنده كلمات مهمة إذا الله وفقني، ما أدري، في رمضان أتعرض إلى صفات المؤمن على لسان أمير المؤمنين. شلون أمير المؤمنين يوصف المؤمن، مؤمن منه؟ والإيمان أصلا شنو حقيقة الإيمان؟ الإيمان إقرار في القلب وتسليم في القلب و تصديق بالجوارح. بالجوارح يعني عمليا ايدي تكون مؤمنة، عيني تكون مؤمنة. نعم. هذا مشكلة ازدواجية. ونقول أيها الأحبة أيها الأصدقاء لا تغرنكم المظاهر. كثير من الناس يزوجون بناتهم الأشخاص والله يصلي ويصوم بس هو إنسان على حال لا يتورع كما ذكر الأخ من الحرام، أي حرام يرتكبه، ولا كأنه هذا على حال الله يغضب عليه أو الله، أبدا، وكأنما الدين حسب تعبير يقول ساعة ربك وساعة القلبك. هذه فلسفة جدا جدا خطيرة. ساعة القلبك ساعة ربك، ماكو، كل الساعات هي لله، ونحن عبيد مأمورون بأمر الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي لنا أن نخرج عن عبادة الله ولو لحظة. وايد عندنا رواية جميلة،
هاي تجيني الآن رواية في بالي خل أقولها. تفضل سيدي. الإمام يقول للواحد، يقول له تريد تعصي الله؟ تريد تعصي الله؟ ثلاث أشياء أسويها. قال له شنو؟ قال اذهب حيث لا يراك فعصه ما شئت، روح المكان اللي ما يشوفك وعصه، واخرج عن ملك الله، عن مملكة الله، وافعل ما شئت. فشوفوا إخواني، إحنا خلي بس نتصور إنه إحنا وين، تحت أمر من، تحت وصاية من، تحت حاكمية من. نعم. الله سبحانه وتعالى هو الحاكم، هو الناظر. نعم. هو فلذلك لابد أن نتقي الله، ولا تأخذنا هذه المظاهر على أساس هي على حال الدين، يعني الرصيد الحقيقي. نعم، هذا رصيد بشرطه وشروطه. احسنتم جناب السيد على هذه الايضاحات. الاتصال الان من الاخ الكريم ابو عقيل، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلامي لك يا السيد الجليل، الله يحفظكم ان شاء الله. حياكم الله، ربي يسلمك. سؤالك اخي ابو عقيل. الله يحفظكم شيخنا الغالي. سؤال عندي مو خارج الموضوع، ولكن هو يعني ما حكم من يشمت بأهالي غزه، واضح بأهالي غزة، وينكل بالمجاهدين وخصوصا القسام، وينكل بالمجاهدين. تمام، عندك سؤال آخر أخوي؟ الله على سؤالي، بارك الله. تسمع جواب إن شاء الله. شكرا جزيلا، ودعائنا لإخوتنا الكرام في غزة أن ينصرهم الله ويعينهم على ما هم فيه، أعانهم الله إن شاء الله تعالى. طيب سيدنا، نتحول إلى سؤال أخ عمران اللي قال أنا أصلي بس ما أذن، ما أعرف الأذان، جواب بسيط. في واقع الحال الأذان من المستحبات، من المستحبات الصلاة الأذان والإقامة. يقول ما جاء أحفظها، ما أعرفها، مو مشكلة، صلاتك صحيحة، ولكن اعلم أيها الأخ الكريم وأنت شاب حريمة يعني تفوتك هذه الثوابات، أنه من صلى، اسمعوا جيدا، من صلى بأذان صفت خلفه الملائكة ما بين المشرق والمغرب، يعني صلاتك هل قد مباركة اللي الملائكة صف من المشرق إلى المغرب بأذان، وإذا أقمت صفان من الملائكة. زين، أنا أصلي مرة وحدي مرة مع ملائكة وياي، أي واحد أفضل؟ بلا أشكال ذاك، لأن الملائكة هم نفسهم يباركون بصلاتي. فتعال يا حبيبي تعلم، ما بيه شيء، هواي أشياء نحفظها وأشياء كذا، ولو لقن نفسك، خلي ورقة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات، شلون لا إله إلا الله، شلون لا إله إلا الله مرتين، شلون محمد رسول الله، شلون محمد رسول الله. أصلا يقدر مرتين. يقرأ الأذان سيدنا من الورقة، يقرأ بالورقة، يقرأ بالورقة، ما في مشكلة، بعدها انوي وكبر. أحسنتم سيدنا الكريم. الاتصال من سيد مهدي، تفضل يا سيد مهدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا عدي والدي تطي على مهدي الفطرة الذكرى. نعم. هم نحتاج يا معاذ يعني يصير ما يصير. فترة مال عيد الفطر، وين الآن؟ عندك فترة الآن؟ الفترة مال عيد الفطر بعد ما جاء رمضان. إحنا شهر رمضان بعدنا ما دخلنا له يعني. بس هو سؤال عام إن شاء الله تسمع الجواب عليه. هذا سؤال تسابيج يسموه. شكرا أخونا سيد مهدي، والله يبلغكم شهر رمضان وعيد الفطر إن شاء الله بخير وعافية بإذن الله. سيدنا الأخ جلال، والدته وضعها الصحي لدرجة أنه الدكتور منعها من الصوم حسب ادعاء الأخ جلال، يقول تماما إلى يوم القيامة، هيك قايل لها الطبيب إلى الممات، عمرها 45 سنة، عندها مشاكل واحدة من الكلتين يعني، فشنو حكمها بالنسبة للصوم؟ في واقع الحال كلام الطبيب ليس كلاما حجة مطلقة، يعني ما يقوله الطبيب ليس كلام حجة، كلام الطبيب حسب تعبيرنا قرينة. فوين الحجة؟ الحجة إنسان عندما يصوم ويشوف نفسه واقعا تأذى خلص، فيلقي الحجة على نفسه، يقول أنا ما أقدر، بيني ما بين الله ما أقدر، تعبت أو أنه صار عندي آلام. فالأخت الكريمة أنا سألت عن عمرها، قال 45 سنة، يعني بعد شابة يعني. نعم. استغربت يعني، هو كأنما رجل كبير بس تكلم، لذلك أنا استغربت. فأخي الكريم بكلا وحدة ناس يصومون، أمراض أخرى معينة، أنا لا أدخل في تفاصيل أنه أنت يجوز لك أو ما يجوز، أنا ما أدخل، أنا علي أن أبين الحكم، الموضوع أنتوا تحددوا الموضوع، يعني شو الموضوع؟ أنه أنا
ممن يجوز لي أن أفطر أو ممن لا يجوز لي. بس احنا نقول يجوز الإفطار لمن كان الصوم مضرا، خلاص، لمن كان الصوم مضرا عليه أو مضرا له. طيب، فإذا كان مضرا لكم فلا تصوموا. ولكن من يحدد أنه مضر أو مضر؟ مو أنا، أنت. تقول الطبيب شلون؟ الطبيب الحاذق المتدين، الطبيب الحاذق المتدين، وأن تجربوا ولو يوما واحدا. أحسنتم سيدنا الكريم. بعيدا عن سؤال أخ جلال، أحيانا طبيب يقول الآن ما يبين عليك الضرر، ولكن إذا صمت أنت على المدى البعيد أذية كبيرة لك مثلا. إذا كانت المؤشرات هالشكل، يعني واقعا أنا وعندي ثقة اختصاصه ودينه وكذا، وبعض الأطباء هم حسب تعبيرنا نصردان بالدين، لا تصلين علي. احنا نتكلم كدا عن بعض، كل ما لنا علاقة ما أدري عليه حالا، ولكن عموما موش يعتبر نفسه هو صاحب الكذا والدين، لا، الدين على حال أولا. ولكن المسألة الصحية الله سبحانه وتعالى أعطانا من الفسحة والمجال منة منه ورحمة، منة منه ورحمة، أنه إحنا نصلي من جلوس أو من صوم أو ما إلى ذلك. نعم، أحسنتم سيدنا. أبو جعفر تفضل أخوي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الثبات على الولاية إن شاء الله. أجمعين يا رب إن شاء الله. تفضل أخوي أبو جعفر، سؤالك. إن شاء الله. العفو في السؤال. نعم. بالنسبة لي ابني كثير الشيء. نعم. أذاني بحيث أبين له بأنه سماحة السيد الثاني هذا رأيه ما يستجيب لي. إيش قد عمره الله يخليه؟ يطب للحمام يغتسل ساعتين ثلاث. لا إله إلا الله. إيه. إلى أن يخلص الماء. إيش قد عمره؟ أحلى الماء 17 سنة. خطية. أريد فد نصيحة من السيد توجيه. هو قاعد يسمع البرنامج، يشوف البرنامج الآن ولا لا؟ نعم يسمع. جيد، سجل إله من يسمع. راح نجاوب على سؤالك قبل بقية الأسئلة اللي سبقتك، مدام الأخ أولادك يسمع. الله يحفظه إن شاء الله. فضل سيدنا. شوف أبو إيش؟ أبو جعفر. أبو جعفر، شوف حبيبي، هذه القضية هي للأسف قضية مرضية. حسب ما يقول أهل الاختصاص أن الوسواس إذا شكل ويا الإنسان زحمة، يعني شكل عليه الشك، وكأنما أكفت حالة نفسية صير عنده أنه حتى يغسل إيده كامل إيده يسده، يجي واحد بذهنه يقول بار مرة ثانية، لا يمكن هنا المكان، فيبدأ يكرر. هذا التكرار هو إيعاز من حالة نفسية مرضية، فتحتاج إلى شيئين. ما أدري ولدك جعفر أو واحد آخر، الله يحفظه، هو الآن قاعد يسمع حبيبي، يحتاج إلى شيئين. الشيء الأول أنه اللي الله أراده شنو إحنا نسوي؟ شنو اللي الله أراده؟ خلص، أغسل راسك واطلع، أغسل البول واطلع، ومرة واحدة أغسل وسد البوري، سد البوري، وأقول شنو هو هذا. أنا لا أكرر، حتى لو كان نجسا لا أكرر. تقوية إرادة، يعني خلي أقول لك بشكل واضح، أغسل مرة واحدة وأطلع وخليها برقبتي أنا، قولها سيد رشيد يوم القيامة هو اللي يحاسبه الله، أنا خلاحاتها، الله يحاسبني، مو مشكلة، أتحمل. ليش؟ لأن أدري أنت أنظف مني من عندنا كلنا. لذلك ابني قوي إرادتك وسد البوري وأطلع، حتى لو كان يجيك هذا، ترى أنت نقص، أنت قول ما يخالف، أنا نقص وأنا كذا، هو هذا الموجود، هو هذا، يعجبكم ما يعجبكم، هيك يقول. أساسا من الدين سيدنا؟ نعم. لا، أصلا هو شيطنة. جاء واحد الإمام الصادق قال له أن هالشكل أغسله كذا وأتوضأ وأكرر الصلاة، قال إنه قد أصابك الخبيث. قال يا ابن رسول الله، قال الشيطان، فإن الشيطان يوسوس للإنسان حتى يتعبه. هذا خطيب عمره 17 سنة، هذا إذا صار عمره 35 سنة شلون؟ فراح يتعبك، من يتعبك تترك بعد، لا تغتسل، لا تصلي، لا كذا، وأنا تعبت، وهو يريدك أنه الشكل يصير. فالأمر الأول تقوية الإرادة، ابني قوي إرادتك. والشيء الثاني راجع طبيب مختص جيد، يكون في الأمر على حال، في الأمر النفسي. وأكو بالنجف طبيبين جيدين على حال، ما أجيب أسمائهم، ولكن عموما يمكن إنسان يبحث عنهم، يمكن أنه شوي يهدؤوك، يعطوك بعض
الأمور اللي يمكن أن تبتعد عن هذا الأمر. أحسنتم جناب السيد، والتوفيق لأخونا المعني. الاتصال الآن، توفيق لأخينا طبعا. الاتصال الآن من الأخ عدنان، تفضل يا عدنان. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك عيوني؟ حياك الله عزيزي. حياك الله. سؤالك أخوي عدنان. الله يسلمك سيدنا. أنا تزوجت لي مرة قبل 9 أشهر. نعم. وأول 3 أشهر وياي وبنية مؤدبة صوم وصلي. نعم. ورا 3 أشهر أختها واحد من أقاربها قاموا ينافقون بيني وبينها. نعم. فصارت عندها شلون حالة نفسية من يمي، زعلت راحت لأهلها. نعم. وديت سادة، وديت ناس. حاول تختصر عدنان، حاول تختصر. فبالأخير جابت ابنية وانطتني اياها بيوم بساعة الولادة. واريدك تنصحهم سيد، توجههم بالتوجيه الديني المكتب السيد او رأي السيد السيستاني الله يحفظه. هسه ابنية عندي وما عند اهلها. خير تسمع ان شاء الله توجيه السيد بإذن الله. شكرا أخوي عدنان، تحياتنا لحضرتك. نكتفي بهذا القدر من الاتصالات، الوقت أدركنا. نجاوب إن شاء الله بعد قليل على سؤالك أخوي الكريم. سيدنا الأخ أبو باقر قال راح أسأل سؤال غريب، سؤاله اللي هو سماه غريب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسس دولة بها حكومة وزارات لولا؟ شوفوا يعني تأسيس الدولة لا يعني بالطريقة الحديثة وزارات ونواب ومحافظين ونواب محافظ، لا مهجي. ولكن نعم أرسلوا ولاة، واليه إلى البصرة، واليه إلى اليمن، واليه إلى البحرين، أولياء. أرسل هؤلاء محافظون، الوالي يعني محافظ، يعني هو المتولي. وهذا عند مثلا عند أشخاص، هذا مسؤول المالية، هذا مسؤول الخزانة، هذه هي. ولكن ليست بالأسماء اللي قضاة أيضا سيدنا، بل قضاة ومحكمة وعلى حال يرجعون الناس إليهم. فهي في واقع الحال النظام الإسلامي والحكم الإسلامي أقامه رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعد ذلك لم تكن بذاك المعنى إلا أن جاء أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، أيضا شكل ولاية أميرين لمدة 5 سنوات وكم شهر، وعلى حال أسقطت الحكومة. نعم أكو حكومة إلهية دينية أقامها أولياء الله المعصومون، ولكن في زمن الغيبة، في زمن الغيبة هل العلماء والمراجع لهم صلاحية إقامة حكومة إسلامية؟ هناك رأيان. نعم. رأيان في الفقه الإسلامي. رأي يقول على حال ليس للمراجع صلاحية، وإنما ولاية حسبية، وإدارة شؤون الأمة بالمقدار الحسبي إن صح التعبير، قضايا الضرورية. أكو رأي آخر وهي نظرية ولاية الفقيه، أنه لا، الولي على حال المرجع كرسول الله، حكمه وولايته كرسول الله. وهذه أيضا نظرية مطبقة في الجارة إيران، وهي على حال حكومة دينية. فإذا الناحية الفقهية هناك نظريتان، المراجع النجف لا يرون ذلك، وعلى حال مراجع آخرين يرونه، فهي مسألة اجتهادية. أحسنتم سيدنا. عندنا 3 دقائق وعندنا في قبالها 4 أسئلة. السؤال من الأخ أبو عقيل، ما حكم الشامت بأهالي غزة والمنكل بالمجاهدين؟ شوفوا سواحد يشمت عدوه، هذول مو عدا أنه مسلمين مساكين مستضعفين وناس ونساء وأطفال، أن تجي أنت تشمت بالمسلم وقبالة يهودي، سواحد قبالة واحد على حال مسلم آخر، ستقول إيه إحنا نشمت مثلا، الشمات أصلا مو صحيحة، وتشمت بمسلم في قبال صهيوني، في قبال إنسان على حال القرآن يعبر عنهم أنه أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود ذولا. فتشوف شكيت، عفوا أنا راح أتكلم عبارة شوية تعبانة، شكيت يكون إنسان يعني عنده نوع من السفاهة والحماقة، يجي يوقف مع اليهود ضد إخوان المسلمين. نعم المسلمون على مذاهب، المسلمون مختلفون، المسلمون فيهم تكفيريون، فيهم نواصب، فيهم هذا على حال فيهم، ولكن في النهاية موحد. هذا الطفل
يشوفه مصاب يقول يا الله يا الله، يناجي الله وأنا أجي أشمت بي وأقول له حيل وياك وفي قبال الصهيوني. نعم. هذا ليس من الدين وليس من المروءة شيء، بل قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سمع مناديا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. ورواية أخرى مثل المؤمنون كمثل الجسد الواحد، إذا تداعى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. يعني إذا جزء من عندنا إحنا يتأذون لازم كل كيان المسلمين يتأذى، ولكن للأسف أكو ناس عندهم أجندة، أكو ناس طائفيين، أكو ناس على حال يثيرون النعرة الطائفية، لابد أن نتحاشاه. أحسنتم سيدنا. إعطاء زكاة الفطرة للبنت لم يصير، بس الوقت ما عندنا ثواني. زكاة الفطرة ما يصير تطوها لبناتكم وأولادكم، وإنما يعطى للفقراء حتى لا كانت فقيرة، حتى لو كانت فقيرة. نعم. كثير الشك، سولفنا عن الأخ عدنان وزوجته اللي ما ترى ترجع له بسبب النفاق حسب ما تصرح. شوف أخ عدنان، أنت من قلت لي أنا متزوج 9 أشهر، يعني عريس، بعدك عريس، وإيش شكل صارت حياتك؟ يعلم أكو هناك شيطنة. واحد لازم يتكلم ويا البنية نفسها، البنية شنو تحبك تريدك، لازم واحد يتكلم وياها. تعالي بابا يقول غيروا نفسيتها علي يا زينة، هسه علي حال غيروا نفسيتها، تعالي انت خلي 1 2 3 صارحها، اقعد وياها، بعدها عن الاجواء اللي هي فيها، واذا كانت عاقله، اذا كانت عاقله راح ترجع لك، لانه الفتاه اللي ولدت عندها طفل وش تريد؟ يعني تريد تقعد ببيت اهلها؟ من ياخذها؟ من يتزوجها؟ وراح تتعرض لشماته وتحقير من خلال زوجات أخوتها والأخواتها المتزوجات، يعني راح يصير حسب تعبيرنا موضع للإهانة والاستهزاء. تعايا بنتي ارجعي، هذا زوجك يريدك يحبك، لو لم يحبك لما أرسل أحدا، يعني لو ما يريدش ما يدز أحد ويتوسط وكذا، وهذه بنتك، هذه جزء من كيانك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك وترجعين إلى زوجك. اللهم آمين. جناب السيد سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، وافر الشكر عميق الاحترام على كل ما تفضلتم به سيدنا. سلمكم الله تعالى، بارك الله بكم، حياكم الله، تقبل الله أعمالكم وأعمالكم إن شاء الله تعالى. الشكر موصول أيضا لكم إخوتي الكرام أخواتي الكريمات على طيب المتابعة، شكرا لنا، لقاء بإذن الله تعالى الأسبوع المقبل، لا تنسونا في دعائكم في رعاية الله وحفظه.